صباح خير رضوان. نحوس على قضية في محكمة المصط مآلها رقم قضية 19. آخر إجراء في القضية تاعك أستاذ، تم إعذار المدعى عليه للجواب، وهذا بتاريخ 4 ماي 2023. صح، بارك الله فيك. حبيت نسحب حكم رقم القضية تاعو 03/23 من محكمة دائما من المحكمة الإدارية تمن رصد. رقم القضية 03/03. بطاقة تاعك من فضلك أستاذ. تفضل الأستاذ. الحكم صادر عن المحكمة الإدارية بازا. المحكمة الإدارية تم الرصد وسلم من عدن من المحكمة الإدارية بازا المركب الصناعي التجاري للأغواط، ممثل من طرف الأستاذ بربيعة. تفضل أستاذ. بل كانت لازم ننتقلوا للمحكمة الإدارية باش نسحبوا الأحكام ونسحبوا كذا. اليوم الحمد لله راك تشوفوا اليوم هنا على مستوى المحكمة الإدارية تاعنا تاع تيبازا تقدر تجيب أي حكم وتقدر تجيب أي معلومات حول القضية. المهم تعطي رقم القضية وتكون عندك صفة في القضية هذه باش تدعي عليها معلومات. الشبكة الإلكترونية هذا واش تسمح لكم؟ اسمح لنا في ربح الوقت، اسمح لنا في السرعة، واسمح لنا حتى في المعلومات الآنية. خلانا بهذا المجهودات اللي بذلتها مديرية العصر على مستوى وزارة العدل خلتنا احنا نربحوا الوقت كبير، نربحوا الوقت فيما يخص المعلومات وحتى فيما يخص الاحكام. نسحبوا الاحكام، راكم تشوفوا بلي سحبنا حكم من المحكمة الإدارية بتمن رصد من تيبازا، يعني تطور ملحوظ وحاجة تشرف المهنة كدفاع، وحتى المنظمة الجهوية لمحامين ناحية البليدة وعلى رأسهم النقيب حمود عبد الله وعلى رأس رئيس الاتحاد، أنا نسعوا حتى في عصرنة، ونسعوا اصلا نسعوا في التكوين باش خلينا نوصل لهذه الدرجه. يعني عمل جبار قامت به مديريه العصر هنا على مستوى وزاره العدل اللي تخلينا نخدموا باريحيه في هذا الاطار، وتساعدنا حتى في المهنه تاعنا. وشوف هذا ما يسمح للمواطن، يسمح للمحامي ويسمح للمواطن من اولا من تقرب المصالح المحاكم الاداريه على مستوى الوطن. كل مواطن تسهل له باش يدي المعلومه تاعو، باش يسحب الحكم تاعو، باش ما يتنقش، تنقص له مصاريف، تنقص له كذا. مليحه للمواطن ومليحه حتى للمحامي، يعني حتى المحامي عنده دور كبير في ما يخص هذه الاجراءات اللي قامت بها مديريه العصرانه على مستوى وزاره العدل. وشفافيه اكثر؟ بيان سور، حقيقه هناك شفافيه كبيره، ما كانش شفافيه قد هذه. انت من المحكمه الاداريه بيتي بازا تسحب حكم وتعرف معلومات حول قضيه بمدينه تمن رصد، يعني ما كانش شفافية. والشيء اللي مهم في قضية الحال خاصة فيما يخص مديرية العصرانة، رغم هذا التطور الملحوظ، هي حماية المعلومات، خاطرش إذا كان المحامي ماهوش متأسس، والله إذا كان المواطن ما عندوش صفة
في الحكم ما يقدرش يدي المعلومات، هذه حاجة الأولى. والحاجة الثانية ما يقدرش يسحب حكم سواء كان محامي أو مواطن، لازم تكون عنده صفة في القضية أو صفة في هذا الحكم باش يسحبهم. يعني الإجراءات اللي تقوم اللي قايمين بها هي حماية، حماية كبيرة، حماية كبيرة للأشخاص والمعلومات اللي كاينه في الشباك الوطني الإلكتروني.